اهلا وسهلا بكم، معاكم يوسف صابر على قناه ايجي فاير، ومعانا النهارده شرح لطريقه تحميل فيديو من على اليوتيوب او ملف صوتي بصيغه الام 3. البرنامج اللي هنشتغل عليه بسيط جدا وسهل جدا وممتاز. البرنامج هنزل اللينك بتاعه في الديسكريبشن. اول حاجه انت هتفتح البرنامج، بعد كده هتفتح موقع اليوتيوب. هتجيب الفيديو اللي انت عايز تنزله، هو بطريقه سهله جدا انت ممكن تاخد اللينك نسخ، بعد كده هتلاقيه ظهر قدامك في البرنامج. انت بمجرد ما نسخت رابط الفيديو هيظهر اوتوماتيك في البرنامج، وممكن تدخل على الفيديو وتنسخه من هنا. ده الفيديو تمام اللي احنا نسخناه. طيب دلوقتي دي جميع الصيغ اللي موجوده اللي مرفوعه بيها الفيديو، اللي تقدر تحملها بفول اتش دي او اتش دي او اكتر من صيغه. طيب معاك اخر حاجه اللي هي الام 3، لو عايز تحملها كملف صوتي بصيغه الام 3. طبعا ده بيديك حجم الملف وبتبدا تحميل، طبعا على حسب حجم الملف وعلى حسب سرعه النت عندك بتكون سرعه الداونلود. وكده احنا انتهينا من شرح البرنامج، ويا ريت تدعمونا لو الفيديو عجبكم تدعمونا بلايك وكومنت وسبسكرايب، والسلام عليكم.